تاني شائعة معنا اليوم استهدفت أيضا وزارة التعليم وانتشرت على السوشيال ميديا وبعض المواقع بتقول إن أحد رجال الأعمال تبرع ببناء 1000 مدرسة. من ناحية وزارة التربية والتعليم نافت تلك الأنباء، أكدت أنها لم تتلقى أي تبرعات من أي رجل أعمال ببناء عدد من المدارس لصالح الوزارة. أوضحت أيضا أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا المشروع. أوضحت أيضا الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل فعلا التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة بتستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناء واحد عام 2021 بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، ده إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات الصباحية والمسائية في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها، كذلك توفير فصول تربية خاصة.